سورہ مبارکہ نازعات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنازعات غرقا والناشتات ون والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يوم عز واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة. فَإِنَّمَا هِيَا زَجْرَةٌ وَاحِدَا فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَا هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى اِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ تُوَى اِذْ حَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ تَغَى فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغتشى ليلها وأخرج زحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت التامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو زحاها